طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا استاذ؟ تفهم من بقك ايه حراميه دي؟ انا ما مديش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هجامه في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف؟ اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر، يا نهار اسود، ما تخلصونا يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه ده؟ متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك، احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا؟ whatever, you're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه يعني؟ انت احسن واحده. قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا، من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه، لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع، هتاخدوا فاتوره ضريبيه؟ فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها، بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله، احنا بقى لو هنقعد بقى نناد ونفصل من اولها، العمليه دي هتتفقر من الاخر كده. العمليه دي فيها ثلاثه، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فتك بقى نور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم ب3 عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس، وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يالا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخنان على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه، حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلم. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلم، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش المبلغ ده. اكيد مش هنسرق. ما نسرق يا جماعه، ما فيش حاجه. نسرق ازاي؟ ما فيش حل تاني. خلاص خلاص يا معلمه، هنعمل معاكي العمليه دي. والله على اساس بقى ان انا سايباكوا تتشاوروا كده منكم ببعضيكوا وماسكه في ديلكوا وبعيط واقول لكم والنبي تعالوا اسرقوا معايا؟ مين قال لكم اصلا ان انا هرضى بيكوا؟ انت حد فيكم سرق قبل كده؟ حد فيكم مسجل؟ انا سجلت انترفيو في التلفزيون قبل كده. انا نفسي افهم انت عايزه مني ايه. سيبك منها يا معلمه، ما تاخديش على كلامها، اوعي بس تكوني يعني فاكرين شباب فرافير وهيتيا والكلام ده. لا يعني اللي قدامك ده خطر جدا اصلا، انا عليا حكم غيابي. والله حكم بايه؟ سرقه تيار كهربا وبيسوق بجنون. ايوه فعلا ده خطر، طلب من الراجل يجيب له بانجو على حشيش اكسلانس سكالانس ده. اذا كان كده ماشي، بس انا عشان اثق فيكم لازم اجربكم عشان احكم عليكم. احكمي علينا ايه؟ احنا هنلعب الشايب؟ انا مش هسرق. انا انت بتزعق ليه؟ انا يا معلمنا معلمنا. خلاص خلاصة القول، كل واحد يروح يسرق لي حاجة ب 5,000 جنيه ويجي. اتفقنا يا معلمة. هو ايه اللي اتفقنا ياض يا هاني؟ هو انت حرامي ياض واحنا ما نعرفش؟ انا مش هسرق معاكوا، انتوا شوية حرامية. مش ايه ده؟ تعرف قهوة الحرامية يا ابني؟ انا اسف انا اسف يا معلم منعم. معلم منعم ما بيردش، التعويذة باظت. خلاص خلاص يا سيف، خليك انت هنا وانا هروح معاهم. لا انتوا هتسيبوني لوحدي، انا هاجي معاكوا. نقول تاني اخر كلام، كل واحد هيروح يسرق لي حاجه ب 5,000 جنيه وانا قاعده هنا مستنياكم. نقول معاكم ساعه؟ انا معايا ساعه غاليه قوي. والله طب يا حبيبتي سيبها لي هنا، واي حد معاه بقى موبايل محفظه عربيه يسيبها لي عشان اقدر اتاكد ان ما حدش فيكم هيخون. طيب انا ينفع اديها الموبايل جايز ثانيه واحده، ايه اللي يضمن لي ان انت مش هتاخدي الحاجات وتهربي؟ والله حبيبتي انا ما عنديش ضمانات، انتوا اللي جايين لي لحد عندي. والله عاجبكم الكلام عاجبكم، مش عاجبكم تاخدوا بعضكم وتتكلوا بالسلامه، ويبقى متشكرين قوي على شويه الوقت اللي هدرتوه وصدعتونا على الفاضي. اقنعتيني. طيب ينفع اديها الموبايل ومفتاح العربيه والمحفظه؟ انت عرفتها ان معاك موبايل وعربيه ومحفظه، سيبهم يا غبي.
ما انا معايا 200 جنيه اهو يا ابني، شفتني اتكلمت؟ طب بص بقى يا كباتن، انت تسيب الموبايل والعربيه والمفتاح والمحفظه وفوقهم بقى ال 200 جنيه. بتوعي؟ بتوعك يا نور. محفظه ايه؟ لو لقيتي فيهم 2 جنيه تقف على وشي. يلا ادوها كل حاجه يا جماعه، دي امينه جدا. انت تعرفيه منين؟ انا بفهم في الناس يا ابني، انا بقرا الناس. ما تبصليش، مش هديك البونيه بتاعي ده مطرز، خلاص اهو من الحاجه اهي. انا معايا حلق دايموند. والله يا حبيبتي يا ريت تسيبيه. اه يلا طير. طب احنا هنروح نسرق حاجات ب 5000 جنيه منين دلوقتي؟ هتروحي، كل واحد مسؤول عن نفسه، انا مش هشيل مسؤوليه حد. بالظبط كده، يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. انا مش بعرف اسرق، انا مش هسرق. نيلي ممكن تاخديني اسرق معاكي؟ خلاص انا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي، وانا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما انت كده هتقليني، انا لازم ابقى خفيف خفيف. لا ياض رجلي على رجلك. هتنفذي اللي اقول لك عليه؟ ماشي اوكي. هاتي بوسه. يلا هاد يا تافه يلا. طب يلا اجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. انا كوين ان محدش يكسبني. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجننتي هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في 3 ثواني. نتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي يا لهوي، مسدس، شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني انت حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني، انا زي امك. يا امي انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان، مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت، احنا هنخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني، وريز ذا فوكن ماني، ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير، نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا، الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه؟ تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين، ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيتكشف منها الموبايلات اللي معاه. اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل، قولي. يا بنتي انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى جمدي قلبك كده ومسكي. لا لا لا، طب طب والكاميرات اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا عامل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدامي حكايه الكاميرات دي؟ اقلع الشراب. لا ليه؟ ايه واللي لا؟ انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلع يا بنت الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام؟ ده اداء حرام بتاع الكرمش الوش ده، ده حرام، ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو؟ يلا بقى اقلع والا فرتك دماغك. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا، عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلعي الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقوله يا نيلي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم، اي حاجه هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعه دي ب 1000 جنيه؟ دي ب 2000 ونص. دي ب 2000 ونص؟ انت كفره. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شويه هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كاني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكيه يا خارقه الذكاء. ما هو انت خارجه الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيزه البيضه الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل، نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضه الصغيره. ما تقفورش، هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه! أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكو! كله يرفع إيده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك له! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله تمام يا سوسو؟ أيوه كله تمام! بقول لكم إيه، ما تقلقوش!
هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يثبت مكانه. ملك يا هاني ولا ملك يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده ريحته قبر. انت ما بتحطيش داوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك عيب كله يثبت. شو النبي ها ناوليني في اوحم اللي هناك هتعطلني. خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى كله يثبت ما تتحركيش مكاني. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر. ده شرابك الاوفر. ايه ده تصدق ياض عندك حق. ايه ده ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني دي ريحته صعبه قوي. بقول لك ايه يا ابله ناوليني الفواحه اللي جنبك دي بسرعه بسرعه. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف. امني بس على اللي عندك. ماشي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركه امرني. هتيجي معايا سكه ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش. هتعمل فيها دكر بقى وعنطره هفرج عليك الناس دي واخليك منظره. لا لا ولا انطره ولا هرتله ولا اي حاجه. انا اصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر باتمان فانديتا بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم. وبعدين الموضوع جه خاطف ما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا؟ ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم خد اهم. بص كان لسه استفتاح. امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك. انا بقول لك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله. هم دول انا لسه مستلم اصلا والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه هاني في ايه؟ ما تقول لها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض. ده اللي قدامك ده قتال قتله. ده مغتصب اطفال. ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني؟ واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد طب هي كده مش مصدقاني. ولا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني. طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى لف. خلاص خلاص. ايه يا عم؟ انا هتصرف. كله يثبت. كله يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها فقلت اعملها ثلاجه يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش. انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك اسيمة؟ وانا داخل فندق هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خارق الذكاء انت. هاتي انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده ما عندناش ستات تقلع بره. وقف في الجنة. وقف عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي.